على حب فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، كل من مات على الإسلام وعلى الهدى والإيمان، لسيما إلى روح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أرواح الشهداء أجمعين، رحم الله من يهديهم ثواب المباركة الفاتحة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله سيد الوصين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. لعن الله من ظلمك ومن غصب حقك. السلام على من بدأ حياته في بيت الله وختمها في بيت الله. السلام على المجاهدين بين يدي رسول الله وفي سبيل الله، روحه وأرواح من في الوجود لكم الفداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما أن يداوي قلب زينب بعدما سمعت نداء في السماء نعيا، ينعى إلى الله مظهر نوره
وإلى النبوة خلقها النبوي. سمعته يهتف بالفجيعة داعيا. جبرائيل ما بين الأرض والسماء. هي إن قتلوا أمير المؤمنين عليا. اللهفي لها لبست عباءة أمها. وويلها وويلها يا زينب. لهفي لها لبست عباءة أمها. هي تبكي تحدث بابه المحن. صارت تخاطب باب الدار. يا باب يا باب هل أحنك صوت نعائه. قل لي وربك هل يعود إلى شلون شافت الإمام. تصور المنظر. ألفته ألفته محمولا ضعيفا حازرا. يوم شافته والإمام محمول على الأكداف وهو ينادي أنزلوني. لما سيدي ومولاي لا طاقة لك على الماشي. إني أخاف على قلب زينب أن تراني محمول. ألفته محمولا ضعيفا حازرا. إيان بالسيف مطبور الجبين دمي. يلا يا زينب. وبعد أمي سترحل يا أبي. أواه كم جار الزمان علي. وتوجهت نحو الحزين ودمعها ينهل فوق الوجنتين جريا. قالت أخي خذ قلبي إليه وفته. ليش يا زينب؟ والله في جرحه بالله. خذه خيا. قل له قومي قومي يا زينب
وحيدر علي تلقيه وجيبي قطن يمك يا زينب للجرح ضمضي وعن آلام الطبر يا اختي لا تسألي اصبري يا زينب عالمحن يا محزونة هي اصبري يا زينب عالمحن هي يا محزونة يا ضمها الحسين إلى صدره صار يخفف عنها زينب أوصيك بالصبر قد فاز من كان بالصبر مدرعا لكن كأني بزينب تدعو لأبيها اليوم ارفع يديك حسين ليش يا زينب قالت يا خويا أريدك تساعدني ها يا خويا نسأل من الله السلامة والله يقوم أبويا ويتمم صيامه إن شاء الله يا زينب والله ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى عليك حبيبي والله قالها يا ثكل العيد لا تترقبينا تترقبينا والله صاح يا اختي يومين يومين والمحراب خالي خالي والله يا زينب بعيوننا وحش هالليالي صاح عسى الى قرب يومك بويا يا غالي اني ما ظنيت ولا مر على بالي ارجع واشوف البيت خالي ارجع واشوف البيت خالي صحيت بها ماي بها مايش كثر ما ألطم والله بها ماي عيوني نشفت وما ضل بها ما يا سيف اللي صابك يا بويا بهامك وين صابك بهامي والله كشف جرحي وهدم بيتي علي كشف جرحي وهدم بيتي انتي علي عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون السامعون أيها المعزون لرسول الله يقول محمد بن الحنفية من ولد أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة ليلة العشرين كنا عند أبي علي وقد سرى السم في بدنه الشريف وكان تلك الليلة يصلي صلاته من جلوس وهو يعزينا بنفسه ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصار نحيفا يرفع فخدا ويبسط آخر والكل حوله ينادون وعليا
ونحن ويا أولاد علي ننادي وعليا أيوا سيدا أيوا إماما يا إلى أن دخل عليه عبد الله بن العباس في تلك الليلة فيقول كان عندي 70 مسألة جئت لأسأل أمير المؤمنين عنها فلما دخلت رأيته معصب بعصابة صفراء لا أدري أوجهه أشد صفرة من العصابة أم العصابة أشد صفرة من وجه إمامكم فلما رأيته في هذه الحالة قلت لا أسأله حتى يشافيه الله فالتفت الإمام إلي وقال يا ابن العم سل مسائلك عندك مسائل إيه والله سل مسائلك لكن خفف علي فقلت لا مولاي حتى يشافيك الله فنادى يا ابن العام إني مفارقكم بين يوم وليلة أي رحم الله من نادى وعليا فضج أولاده بالبكاء حتى يقول عبد الله بن العباس صرت أسأله مسألة وهو يجيبني بإيجاز إلى أن انتهت 70 مسألة فخر إمامكم مخشيا عليه فارتفعت أصوات البكاء والنياح من الحسن والحسين ثم خرج عبد الله بن العباس وإذا بالحسن تلقى زينب فنادت أخيه أبا محمد أما تأتون بالأطباء يداوون جرح أبيكم أخاف الأبو يرحل عنكم هذه الليلة يقول الراوي وإذا بالأطباء توافدت على الإمام حتى دخل الطبيب السلولي أثير بن عمرو السكوني وكان طبيبا عارفا حاذقا فأمر بذبح شاة وأن يأتوا بعرق منها ثم وضعه في جرح الإمام وانتظر قليلا وبعد ساعة صار يعاين الإمام ففتح الجرح مرة ثانية وأخرج العرق منها فرأى عليه بياض دماغ الإمام فسالت دموعه على خده هنا نظر الحسن والحسين ما الخبر فقال سيدي اعهد عهدك ووصي وصاياك لا مولاي فإن الضربة وصلت إلى الدماغ أي رحم الله من نادى ووليا والله قام يقلب بجرح طبيبه وقف بالحال ودموع سجيبة يقلهم يا أولاد مكة وشرف طيبة بالله استعدوا للمصيبة ترى بتصير زينبكم غريبة علت أصوات النياح والبكاء ضج البيت العلوي خرج الطبيب السلولي يلا مستعدين وصلنا إلى أن نادت زينب أبا محمد يا زينب ما تقدر تروح إلى علي كلها أجانب عند الإمام ها رجال ما تروح زينب أخي أبا محمد ماذا يا زينب اسمح لي بالنظر إلى والدي قليلا يا نعم يا زينب لك ذلك أخرج الإمام الحسن من كان في حجرة الإمام من الغرباء ودخلت زينب وأم كلثوم على علي يلا أريد أن أؤلم قلبك أنا هذا السؤال أسأله للشباب اللي عنده بنات ها للآباء إذا عندك بنتها وأتت إليك شلون تحضنها الإمام وقعت عينيه على عيني زينب وإذا بزينب
بشهقات والله صد وعاين الزيانات ولنها تسيل دمعتايا تخفي النحاب ومكلثوم مخنوقة بعبرتها ومديد على زينب يضمها وبدت نحبتها والتفت يمها يسليها ودموع منها حيرانة رأى دموع زينب قالها يا بنت الزهراء لا تشعبيني بناحك لا تيجيني ترى دمعك يا زينب هدني وزيد ونيني ترى دمعك يا زينب هدني وزيد ونيني شنو سوت يلا يا عشاق زينب خرت على جسم الأبو زينب حزينة ساعة تقبل ايد ابوها وساعة تقبل جبينه قالت اسم الله على رأسك يا ابو يا السقف صعبه له الدواء قلبي لخليه العصابه هي هي له الدواء قلبي يا ابو يا يا لخليه العصابة يا 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 أنا لا أدري لكن هذا مشهد تصوري من عندي أقول لكم مولاي وأنا لا أدري إذا السيد اليوم يسامحني لكن كأني بسواد حضرات بجنب رأس الإمام هذه الليلة من هاي السوايدة هاي مو زينب هاي مو أم البنين هاي مو أم كلثوم من هذه السوايدة يا شباب كأني بفاطمة الزهراء حضرت عند علي وصلت فاطمة الزهراء لأرض النجاف مذهولة تنادي شي السبب جبريل قاصد عيتكم الليلة هجر جبريل نبي جبريل وتعنى صاحب الكوثر ملايك تنزل وتصعد تعز المصطفى بحيدر شنو تصيح الزهرة أسمع نداء في السماء من صاب حامي الحماة أسمع نداء في السماء من صاب حامي الحماة عليه راح علي راح علي راح علي راح جميعا علي راح راح علي راح علي راح بعد هذا المشهد شنو شافت لما وصلت شافت نوح الحسن ويا حسين واويلا واويلا لما وصلت شافت نوح الحزن ويا حسين وشافت زينب تنعي يا ويلي وطلتم الخدين صاحت يوم ما طاح يا
وصفى أبو الحسنين وحناني يرتق بيما أبونا ينازع من البيت. شنو تصيح الزهرة؟ جتكم ترى فاطمة وعيوني تهمل دماء. يا زهرة جتكم ترى فاطمة وعيوني تهمل دماء. علي راح علي راح علي راح علي راح علي راح. صوتك علي راح علي راح. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. إلهي بدموع الحسين على أبيه بصبر زينب بحلم الحسن إلا ورحمت دموعنا. يا الله. يوم الورود ويوم الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله. اعفو عنا بعفوك وارحمنا برحمتك واحفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم من له حاجة فاقضها له وخصوصا في هذا المجلس. يا الله اقض حوائجنا بحرمة محمد وآل محمد. اللهم بحق علي كربلاء زين العابدين شاف وعافي كل عليل. يا الله. اللهم بحق أسير الأمة موسى بن جعفر فك كل أسير من أسره. يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلى كل من أوصاني الدعاء وقلدني الزيارة إلى أرواح أموات الحاضرين كل من مات على الإسلام وعلى الهدى والولاية والإيمان لا سيما العلماء والشهداء والصالحين منهم. رحم الله من يهديهم ثواب السورة المباركة الفاتحة معطرة متوجة بذكر الصلوات.